ينضم إلينا من إسلام أباد إسماعيل مطر مراسل الغد. إسماعيل أهلا بك، تفاصيل أكثر عن تداعيات إجراء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، خصوصا بعد دعوته أنصاره للاحتجاج في تسجيل يبدو بأنه مصور، خصوصا عندما قال عندما تتابعون هذا البيان الذي كان يدليه فهذا يعني بأنه تم اعتقاله، ما يفسر بأن التسجيل تم تسجيله في وقت سابق. نعم، هذا الخطاب عمران خان كان دقيقا جدا فيه، حيث قال بأن خروج سلمي وهو الأمر الذي دعا إليه عمران خان في خطابه، والآن نحن أو باكستان بصفة عامة في حالة ترقب للاستجابة لهذه الدعوة، ولكن هناك على ما يبدو استجابة ضعيفة لهذه الدعوة، لأن قادة حزب أنصاف يعني معظمهم انشقوا، القادة الكبار خاصة معظمهم انشقوا عن الحزب، وهناك الآن تمثيل ضعيف للحزب والقادة الحزبيين المرموقين في الحزب، لذا فإنه على ما يبدو بحسب مراقبين وبحسب الوضع الحالي فسوف يكون يعني الاستجابة لهذه الدعوة سوف تكون ضعيفة. بالإضافة إلى ذلك يعني أنصار عمران خان إذا في حال خرجوا بحسب مراقبين فإنهم سوف يكونوا ساخطين على قرار القضاء والمحكمة الباكستانية وقرار اللجنة الانتخابية الباكستانية، ما يعني بأن الحزب بصفة عامة يرفض قرارات المحكمة العليا ضد قائدهم، والمحكمة وهم بذلك يميزون بين القادة السياسيين. يعني نحن نتوقع خروج، ولكن الخروج سوف يكون ضعيف بحسب الأوضاع الحالية. هل هناك أي استعدادات أمنية لهذا الخروج المحتمل؟ حتى الآن لا يبدو بأن هناك أي تجهيزات أمنية واضحة أو ملموسة في عموم باكستان، ولكن يعني الشرطة الباكستانية في مراكزها، وهناك يعني منتشرون بحسب مواقعهم وحسب الأماكن تهيبا لحدوث شيء، لكنه ليس هناك أمر أو انتشار ظاهر للقوى الأمنية والشرطة في باكستان بهذه الشدة وبهذه القوة، خاصة وأن يعني الفترة الماضية كان هناك تضييق على أنصار عمران خان بعد الأحداث التي هاجموا فيها مقرات للجيش في شهر 9 الماضي، يعني فهناك خشية من أن يكون أيضا رد فعل قوي من قبل الأجهزة الأمنية كما كان سابقا، خاصة وأن أنصار عمران خان لهم سوابق في هذه يعني التحركات. الوضع الآن هو أن عمران خان في سجن لاهور، ومن المتوقع أن يتم نقله إلى السجن في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. الحكومة الباكستانية كانت سبقت هذا التحرك بطلب لحل البرلمان الباكستاني لتسلمه حكومة انتقالية، والأمر الذي يعني يؤدي إلى أن يصبح أمر الانتخابات وتنظيم الانتخابات بيد لجنة الانتخابات والمحكمة العليا، وبذلك الحكومة تكون أسقطت عن نفسها كذلك الضغط من قبل المعارضة الباكستانية المتمثلة بحزب أنصاف بتعجيل موعد الانتخابات. نعم. هذا الحكم صدر في قضية واحدة، لكن يقال بأن خان يواجه العديد من القضايا، هل من تطورات في باقي القضايا؟ القضية الأخيرة التي تم بناء عليها القبض على عمران خان ويعني الزج به في سجن لاهور هي قضية توشخانة، وهي القضية التي باع فيها عمران خان هدايا أو متهم فيها عمران خان ببيع هدايا لقدمت له أثناء منصبه كرئيس للوزراء في باكستان. هناك عدة قضايا موجهة لعمران خان خرج العديد منها بكفالات، وما زالت المداولات يعني مستمرة في هذه القضايا. بالإضافة إلى قضية توشخانة الأخيرة، هناك قضية القادري المتهم بها عمران خان بالفساد، هناك قضية إهانة القضاء، وهناك أيضا قضية إثارة البلبلة والعنف في باكستان، وإلى غيرها من العديد من القضايا. نعم، شكرا لك. من إسلام أباد مراسل الغد إسماعيل مطر.